اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثالثه والاخيره مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد. استاذ سعيد برحب بحضرتك طبعا من قناه الاهلي، دايما مشرفنا منورنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ سعيد. طبعا مباراه القمه هي الحدث الابرز والحدث الاهم واللي دايما بنتكلم عليه، وهنتكلم في حكاوي كتير مش بس الامور الفنيه، هنتكلم على الامور التاريخيه. استاذ سعيد طبعا اكيد حضرتك تابعت لقاءات قمه كتير جدا، لكن اكيد في بعض اللقاءات اللي حضرتك تتذكرها ودايما ليها احداث تاريخيه في ذاكره حضرتك. اكيد طبعا، يعني طبعا الاهلي والزمالك ده يعني او لقاءات القمه بين الاهلي والزمالك هي قمه يعني مستوى الكره في مصر، وبتستقطب كل الناس اللي ليها علاقه بالكوره او ما لهاش علاقه بالكوره. ده اهم حدث جماهيري في مصر وفي العالم العربي، لقاء القمه بكره ده الاهلي والزمالك. بكره ده اهتمام المصريين من قبليها بساعات لبعد الماتش بساعات وايام، بتاخد حكايات وروايات. يعني ده الحدث الرئيسي الجراند اللي بيهم المجتمع المصري كله بكافه طوائفه. هتبص اثناء الماتش حركه المرور، الشوارع كلها فاضيه، صح. القهاوي كلها مليانه وفي طقوس كده معينه، كان زي زمان كان ليله حفله ام كلثوم في اول خميس من كل شهر. بالليل الشوارع كلها فاضيه، حركه بيع اللب السوداني كبيره جدا، بيع البطاريات الكبيره دي عشان الراديوات ترانزستور دي، سهره كامله. فده طقس من الطقوس المصريه الهامه جدا ماتش الاهلي والزمالك. ليه يفترض ان هو قمه الصراع الكروي او المنافسه الكرويه الشريفه؟ اهتمامات الناس كلها، الناس بين اهلاوي وبين زملكاوي، ده موجود في كل العائلات في كل الاسر. الكره بتمثل المصريين وسيله الترفيه الجميله، يعني تكاد تكون الوسيله الجماعيه، العقل الجمعي المصري او الشعور الجمعي المصري او الهوايه المصريه الجمعيه اللي بتجمع اكبر قطاع من المصريين هي كره القدم. وبالتالي القمه احنا بكره يعني هيبقى ماتش كالعاده جماهيري كبير. وبالتالي لما بيحصل في هذه المباريات احيانا احداث غير عاديه بتخش التاريخ، لانها بتبقى احداث كبيرة جدا. لو حصل شغب أو حصل مشكلة أو كده بيفضل الكلام عنها كتير جدا، ولذلك بيبقى كل الناس يعني كل المحيطين بكرة القدم حريصين على إن الماتش ده يطلع بأكبر، يعني يطلع قدر الإمكان ماتش كويس وما فيهوش مشاكل، لأن لو حصلت مشكلة بتبقى مشكلة كبيرة جدا، كما حدث في موسم 71-72 بين في ماتش قمة، أول قمة بين الأهلي والزمالك بعد توقف الكرة 4 سنين بعد نكسة 67. تمام. وقفت الكرة 4 سنين مفيش كورة، لأن اتهمت الكرة إنها كانت سبب في النكسة، ولأن كان في يعني كان في اهتمام كبير جدا بالكورة، وده شيء جيد. كان المشير العام الرئيس اتحاد الكورة وقائد يعني قائد الجيش وكده، وكان في اهتمام كبير منه بالكوره، فاتهمت الكوره انها، وهذا يعني غير صحيح، وتلك قصه اخرى. يعني المهم الماتش ده جه في وقت تقريبا كان في 24 نوفمبر 71. النتيجه كانت 1-1، الحكم كان الكابتن الديبه اللي هو لاعب الاتحاد السكندري الشهير، وكان حكم احد الحكام الكبار يعني. وكان الديبة ده كان هداف أول بطولة أفريقية سنة 57، كان لعيب دولي، هداف، لعيب كبير يعني، وهو اللي كان حكم الماتش. في كورة مشتركة كان فيه مهاجم في الزمالك اسمه إبراهيم، هفتكر لك اسمه إبراهيم، اسمه إبراهيم. هو عموما ما لعبش بعديها يعني، هو ده الماتش الوحيد اللي عمله شهره. كابتن خير حضرتك، انا حضرتك فاكر اسمه اصلا؟ لا فاكر اسمه، كان لسه فاكره دلوقتي. المهم ابراهيم الدسوقي. ابراهيم الدسوقي طبعا. ابراهيم الدسوقي ده ما لعبش بعديها، وما كانش حد يعني، ما كانش كمغمور يعني. المهم في كره مشتركه عاليه لعبها فاروق جعفر او حماده امام، لا فاروق جعفر،
فعملت بند ونطت جوه منطقة الجزاء، فبقت بينه وبين مروان كنفاني حارس طبعا الأهلي. طبعا فمروان طلع من أعلى نقطة يمسكها وابراهيم بيهجم، فمروان رفصه كده رفصه خفيفه في بطنه وهو بيمسك الكوره. شغل بقى يعني ايه لعيب حراس مرمى كمان حراس مرمى يعني، هو مشغول بالكوره قوي بس رجله شغاله. قال لك الحكم باصص لي فوق. فالتاني وقع على الارض بقى يتلوى ومات وبتاع وكلام من ده والحقوني وحاجات زي كده. فطبعا فديبة على طول راح مصفر. ربما دي كانت اول ضربه جزاء تحسب او تحتسب على حارس مرمى في الدوري العام او في تاريخ الدوري، عشان كده الجمهور ما تحملهاش يعني. يعني مش متعود عليها، مش متعود ان في ضربه جزاء تحسب على 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 حارس مرمى. والحارس ده مين؟ ده حارس الاهلي، الجمهور الكبير بخط احمر. واهلي وزمالك. فحسوا ان المساله، او جمهور الاهلي حس ان هو يعني ضربه الجزاء دي ظالمه جدا. المهم اللعيبه هاجوا وقاد يعني قاد انور سلامه كان مع يعني كان في النادي الاهلي في الاهلي، وكان ومروان راح للجمهور وبتاع. فصالح سليم شاور لهم من بره، كان هو مدير كوره، قال لهم ارجعوا، وشخط وزغط بعينيه. فرجعوا تاني، فوقف على مضض مروان، قال لك يمكن نص ضهره يعني. فالمهم فاروق جعفر جابها، بقت نتيجه 2-1. فمروان مسك الكوره ورفض بقى ان هو يروح يسنطر، حطها ورا ظهره، الديبه جاله فقال لك مش هلعب، وطلع بره وجري على الجمهور مش عايز يسلم الحكم الكوره، يعني مش عايز يسنطر. فطبعا ده الحركه دي كفيله ان هي تهيج الجمهور كله يعني. المهم اللي حصل تكسير، وحصل ضرب ازايز وكلام من ده وتخليع خشب، والدنيا حصل احداث شغب واصابات كبيره جدا. فالديبه تيت تيت لغى الماتش واحتسب النتيجه 2-1. المهم بعدها كان في بقى نيابه، وفي تحقيقات في النيابه، وفي تحقيقات في اتحاد الكوره، كانت كبيره جدا يعني، ازمه كبيره جدا. اوقف الدوري بعديها سنة كاملة يعني، الماتش ده وقف الدوري سنة كاملة. من هنا وقف الدوري ورجع تاني سنة يعني بعديها، رجع في موسم 72-73 يعني، وقف موسم تقريبا او موسم ونص. تقريبا موسم كامل يعني. وكانت الناس كنا ايامها يعني الناس بتتنشأ على ان الدوري هيرجع، وكل سنة الناس تتكلم على مضض يعني، عايزين الدوري، الكرة وقفت وكده. فلما رجعت بعد 4 سنين تقف بسبب الماتش ده، فكانت كارثه الحقيقه. وايامها يعني معظم لعيبه الكوره يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكده يعني انتقلوا يلعبوا في دوري الشركات. كان دوري الشركات كان نار يعني، كان قوي جدا، كان تقريبا موازي او بديل بقى للدوري العام بس من غير جمهور وكده. انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني، انا عايز اعرفه معرفه شخصيه، هل بقى ده السبب اللي ممكن نقول حصلت بعديه نقله في ان التحكيم يكون اجنبي اهلي وزمالك؟ هل المباراه دي ليها بعض الرواسب اللي خلت القرار المصري الشهير اللي يطلع من رئاسه الوزراء ان مباراه اهلي وزمالك تكون دايما بتحكيم اجنبي، ولا الوضع والقصه كانت عامله ازاي؟ هو ده طبعا كان سبب من الاسباب. ان يعني كان بقى القيادات السياسيه ايامها يقول لك يعني ما تبعدوا الشبهه عن الحكام، لان يعني هاتوا حكم اجنبي الماتش ده بالذات عشان نبعد اي شبهه عن الحكم، وبعدين الماتش يخرج خلاص الجمهور يبقى مطمئن يعني. على الرغم ان في الوقت ده يعني في الستينات وفي السبعينات وكده كان عندنا حكام يعني يمكن من اعظم الاجيال. اولا سنه 66 في كاس العالم في انجلترا سنه 66 حكم مصري علي انديل، عميد علي انديل. 74 بعديها يعني بعد الماتش ده بسنتين مصطفى كامل محمود حكم في نهائيات كاس العالم في المانيا 74. وكان عندنا جيل من الحكام العظماء جدا جدا يعني، غير اللي حكموا في كاس العالم كان عندنا زيهم قدهم مثلا 10 15 حكم على مستوى عالي جدا، وكان ده حاجه معروفه وكانوا مفخره في الاتحاد الدولي. كان عندنا حسين امام واحمد الخولي ويعني في اسماء كتير مش فاكرها دلوقتي، بس طبعا. بس ايامها كانوا
كانت قراراتهم محترمه جدا طبعا. وكان صعب جدا ان حد يعمل يعني اللي بنشوفه الايام دي بالنسبه لزمان. لا ما فيش تحكيم، كان الحكم ليه هبه حقيقيه، ما ينفعش لعيب يعترض على حكم وما ينفعش يبص له وما ينفعش يعني كان الحكم لدرجه ان انا قلت الكلام ده قبل كده، كان حسين امام ده كان شهرته الامبراطور مرعب، بينزل في ملعب ما ينفعش لعيب بس يبص له كده، لو بص له انذار او طرد او 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 كلام من ده. فكان في حزم وشده وصرامه. انا حكيت مره عن كابتن صالح سليم في ماتش ليه، كان الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه، وانت عارف جمهور الاسماعيليه بقى، فضرب حد ضرب اعتقد كان يسري طربوش او ميو درويش، خبطه ضربه كده شنكله، فصالح سليم جري وراه، المهم شاطه، فالحكم شافه وهو بيشوط فجري له حسين امام، بس صالح سليم ما ينفعش يطرد او ما ينفعش حد يحذره، ما ينفعش حكم يحذره. هنا احنا عندنا بقى مشكلتين، الحكم امبراطور، عندنا المايسترو صالح سليم. عندك مايسترو ده معبود معشوق الجماهير يعني. ايه اللي حصل؟ ما ينفعش الحكم يحذره او ينذره والا الجمهور مش هيسيبه يعني. فيتصرف ازاي الحكم هنا بقى؟ يعني الحكم الذكي اتصرف ازاي؟ استخدم البادي لانجوج، فجري جري على 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 صالح سليم. عارف فاكر القصه دي؟ تيت 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 انا حكيتها اعتقد قبل. لا انا اعتقد انا سمعتها من حضرتك فعايز اسمعها تاني. ركز فيها اكتر. فجري تيت 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 وقف اللعب، وصالح ضارب حد يعني برجله شنكله يعني، جري وراه ضربه وشلوه تقريبا. فتيت تيت الواقعه دي انا ما حضرتهاش، بس الكابتن صالح حكاها لي مره يعني، حكاها لي في سياق كان بيتكلم عن التحكيم، الفرق بين التحكيم دلوقتي والتحكيم زمان. فحكى لي هو بيقول لي انا فوجئت بيه تيت 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 راح وقفني، فانا وقفت له الراجل ده جاي يعمل ايه حاجه كده يعني، هو ما شافش ان هو ضربني قبل كده الاول. فالمهم جري، الجمهور بقى بره شايف صالح سليم، شايف حسين امام يعني بشخصيته وبهيبته بيشاور كده واقف قدام صالح سليم وبيعمل كده، واخد بالك؟ وصالح سليم واقف له، وبعدين بعد شويه بيعمل لك اعمل له كده مرتين ثلاثه، بعدين تيت 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 راح جاري راح ماشي اللعب يعني. فبيقول لي بعد الماتش كل الناس اللي قابلوني، هو حسين امام كان بيحذرك كان هطردك؟ قال لهم لا اطلاقا. امال كان بيقول لك ايه؟ قال لك بيقول لي كل الجمهور اللي هو جاي ده جاي عشان يسقف لصالح سليم، جاي عشان بيحب صالح سليم، كل الناس دي جايه عشان تتفرج على صالح سليم. فضحك بيقول لي يعني ما قال لي كده وجري، فانا ضحكت، بس هو ايه كلني في دوكه وخد عليا شو، ما عرفتش ده الا بعد ما خلص الماتش كان بيحكيها في صياغ. المهم عشان ما نخرجش بره القصه يعني، وتلك قصه اخرى، لكن ما نخرجش بره الموضوع ده، اكمل لك حكايه 71 اهلي وزمالك 71 اللي سببت في ايقاف الدوري سنه كامله. بعد الماتش طبعا الدنيا اتقلبت امنيا وسياسيا والبلد، حضرتك قلت تحقيقات ونيابه تاني يوم نيابه واستدعي اربع لاعبين من الزمالك، كان منهم كابتن حماده امام وابراهيم الدسوقي اللي هو صاحب الواقع والديبه وانور سلام. مين اهلي اتنين زمالك؟ وتحفظوا على شريط الماتش، النيابه تحفظت عشان يتفرجوا على ضربه الجزاء. وده جاي في قرار نيابه يعني، ده اتكتب وكتبناه ايامها في يعني كده، فاكر اتكتب ده ايامها في متابعتنا يعني، كنت في الجمهوريه ايامها وكتبنا الكلام ده. وديبه اصله كان زميل لينا في الجمهوريه، كان ناقد رياضي في الجمهوريه، وكنت بقعد معاه كل يوم، كنا بنشوفه يعني كل يوم كل يومين، هو في اسكندريه مقيم في اسكندريه بس موجود في القاهره بشكل دائم عشان التحكيم وكده، وكان بيجي بيحلل ماتشات. هو من اجمل الشخصيات وانزه الشخصيات اللي ممكن كان تشوفها في حياتك يعني، كابتن ديبه. فالمهم حصل تحقيقات نيابه وتاني يوم ولمده يعني كذا يوم، لان كان في حصل يعني تكسير مرافق عامه ومرفق عام وكراسي وتحطيم وفي اصابات وكده. كان مجلس اداره النادي الاهلي مجتمع، عمل اجتماع طارئ، جلسه طارئه لاصدار بيان.
طبعا المجلس ده عايز يبرئ نفسه من اللي عمله. هتبقى الحكم اللي هيشيلها الحكم، مش هيشيلها مجلس اداره، ودايما الحكم هو الشماعه يعني. لكن ده تنافى برضه مع 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 نزاهه او مع مبادئ وقيم النادي الاهلي، لون قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي مع الحق ايا كان الحق. ولو الحق علينا يبقى احنا لابد ان احنا يعني نعترف بذلك. صالح سليم دخل الاجتماع وهم بيعدوا بيان شايطين في اتحاد الكوره وفي التحكيم وكلام من ده، وحامل مسؤوليه وهننسحب وهنعمل. فكابتن صالح دخل استاذن حضور الاجتماع باعتباره مدير الكوره، قال لهم بس قبل ما تاخدوا اي قرار يا جماعه المفروض تسمعوا رايي او تسمعوا شهادتي او تعرفوا قراري انا. هو كان دايما يتمسك بصلاحياته كمدير كوره، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو منفصل تماما عن الاداره، يعني هو عازل جهاز الكوره او الكوره عن الاداره. الاداره مجلس الاداره له في السياسات العامه، يعني يصدر قرارات او سياسات عامه بس ما يتدخلش. ودي ده النادي الاهلي من قبل صالح ومن زمان، ان التخصص يعني بيعظم قيمه التخصص. المدرب مدرب ويتحمل مسؤوليه وفي الاخر يحاسب، لكن ما ينفعش حد يخش يلغوص في شغل انما يتحاسب اخر الموسم، ما ينفعش بالقطعه. مدير الكوره ليه صلاحيات ما ينفعش حد يخترقها حتى لو كان رئيس النادي نفسه. وحصل محاولات ايام ما مسك الكوره في بداياته ان حد ممكن يخش يخترق او مش يخترق، يعتدي على صلاحياته واختصاصاته وهو يوقف له عند حد. وحصل يعني قصة كنت أنا شاهد عليها، يعني أحد أعضاء مجلس الإدارة كان أمين صندوق داخل الملعب في التمرين قبل التمرين ما يبدأ، وكان لسه جديد ومعجب بنفسه وكده، وداخل يتصور مع اللعيبة، فلان ازيك يا فلان، وهو قاعد كابتن صالح قاعد، ومعاه كان كابتن عزة طبروس، وقاعدين جنب السور الحديد اللي أنت عارفه ده. وهو دخل بقى كده، فلان ازيك يا فلان وبتاع وعلى الخط، فهو ندى حنبله قال له الراجل ده يعني يطلع بره، يعني يقول له من فضلك يطلع بره ممنوع الدخول من هنا. قال له ده امين صندوق النادي، قال له ان شاء الله يكون رئيس النادي ممنوع حد يخش. فراح قال له يعني لو سمحت يعني ممنوع كده، قال له مين؟ بيقول لك كابتن صالح. فالمهم جه معاه وقال له يا كابتن انت ما تعرفش ان انا، قال له لا عارف. قال له ده انا عضو مجلس اداره، قال له ده هناك في المكتب اللي جوه بتاع مجلس اداره، لكن حضرتك هنا شانك شان اي عضو عادي، ممنوع دي منطقه محرمه الا على جهاز الكوره واللعيبه، فمن فضلك بتاع. قال له انت كده بتحرجني، قال له انت بتحرج نفسك. كان حنبله، كان حد اسمه حنبله يعني كان مشهور قوي. حنبله طبعا طبعا. فهو قال له حنبله سب، قال له حنبله لو حد عدت بالبوابه دي بعد كده انت هترفض من هنا. هو الثاني جنب، فهنا اعمال الصلاحيات. هو نفسه صالح كان بيحترم صلاحيات الاخرين، يعني يحترم جدا اختصاص صلاحات الاخرين. المهم يعني هذه قصه اخرى، بس بقول لك صالح عمل ايه في الموقف ده. هو دخل مجلس اداره، يا جماعه انا بس لو سمحتوا قبل ما تاخدوا اي موقف او قرار يعني تراسوا شويه وادرسوا الموقف، ولو قرار بما يتعاد بما يعني بما يتسق مع اللي احنا تعرفنا عليه قيم النادي الاهلي هنا. احنا مع الحق مش مع ده او ضد ده. اللي غلطان احنا اللي غلطانين، الديبه اللي غلطان، مروان اللي غلط واللي سبب في الكارثه دي كلها مروان، لانه اعترض على قرار حكم. قال له طب ايه رايك في قرار؟ قال لهم ماليش دعوه بقرار حكم، مش شغلتي. الحكم صح ولا غلط، قراره صح ولا غلط، انا وجهه نظري كان قرار الحكم مظبوط، بس حتى لو قراره غلط هو حكم، واحنا اتعلمنا هنا في المدرسه دي ان احنا نحترم قرارات الحكم. لو كل واحد اعترض على قرار الحكم يبقى لا في كوره ولا في رياضه ولا في مبادئ ولا في اخلاق. احنا لابد احنا كنادي اهلي هنعظم قيمه او احترام القانون واحترام اللوائح، وبالتالي احترام الحكم اللي هو رمز القانون واللوائح واللائحه وكده. فالمهم يعني اسقط في ايديهم يعني مجلس اداره كامل، يعني رئيس اعضاء مجلس اداره بيشوفوا مدير الكوره بيحمل نفسه، بيقول لك قال احنا بنتحمل مسؤوليه، يعني ما بقولهمش انتوا كمجلس اداره، احنا بنتحمل مسؤوليه، وبالتالي انا خدت قراراتي. وكان قرار تاني الكابتن انور سلامه برضه، لان هو راح وشاور للجمهور
انور سلامه ومروان. طبعا مروان اعتزل الكوره بعديها، بطل يعني، ده ماتش تسبب في اعتزال واحد من اعظم حراس الاهلي في تاريخه. الحراس العظماء يعني قليلين كده، هتحسب يعني مصطفى كامل منصور، عبد الجليل حميده، عادل هيكل، وانت طالع كده. فده كان واحد من المهمين جدا، لكن هو اعتزل لان حصل عليه بعد الماتش ده، حصل عليه هجوم شديد جدا من الجرايد وكده، نحملوه المسؤوليه. هو كان بيشتغل في الجامعه العربيه، وحصل ان هو سافر قعد مده كبيره في لبنان، ولما رجع السادات كان يعرفه، والسادات قبل السادات يعني السادات قال له ارجع والعب وكده، قال له انا خلاص بطلت كوره، اعتزلت كوره. فده ماتش تسبب في اعتزال ده، وتقريبا يعني اعتزال الديبه. الديبه ما قدرش يحكم بعديها، لان حصل مثلا ما كانش بيحكم ماتشات للاهلي، وبالتالي مش ما ينفعش. وبعديها تفرغ للنقد الرياضي. المهم ده ادي جانب من جوانب او من يعني تداعيات او انعكاسات ماتشات الماتش مهم جدا في تاريخ الاهلي والزمالك. طبعا حصل حاجات كده في تاريخ الاهلي والزمالك بقى، هتبص تلاقي فيه يعني في مثلا سنه 96 حصل الاهلي كان متقدم على الزمالك بجون، جابوا فيليكس يمكن انت فاكر الحكايه دي، وبعدين حسام حسن جاب الجون الثاني. كان حكم انا كان معايا امبارح فيليكس على التليفون. ايه؟ كان معايا امبارح فيليكس. عارف قال لي فيليكس انا هجيب لحضرتك نحاول انا نجيب جزء من الحوار، لكن قلت له افضل اللحظات بالنسبه لك او افضل الاهداف، قال لي هدفي في نادر السيد، قال لي كل ما بشوفه اقول له فاكر الهدف اللي انا جبته فيك، كل ما اشوفه افضل اقول له على الهدف ده، افضل اقول على الهدف ده. فهو واحد من اللعيبه او اللقاءات اللي انا كنت يعني فاكرها كويس قوي يعني. شريط الماتش فيليكس كابتن حسام حسن، هدف اول هدف تاني، والمباراه وقفت بعديها. وصح صح كده حضرتك بالظبط. هو جاب حسام حسن جاب الجون الثاني، فالزمالك اعترض، قال لك اوفسايد، كان الحكم ادري ابو عظيم فما رضيش يكملوا، فالحكم استناهم ربع ساعه وصفر، الاهلي كسبان واعتمد النتيجه 2-0 فعلا. وحصل برضه 99 كان برضه حصل مشكله، انا في واحده كنت في الاستاد، الزمالك انسحب بعديها، كابتن ايمن عبد العزيز وكابتن ابراهيم حسن. ابراهيم حسن شفت عليك، انا كنت صغير كنت اخد معايا بابا، هو ده ماتش الاهلي والزمالك. انا بقول لك عليه ده، ده برضه انسحب فيه الزمالك، لان ايمن عبد العزيز دخل دشن جامد قوي في كابتن ابراهيم حسن، والحكم كمان ما كانش مصر. أيوة يعني بالزبط. يعني اللي سوء حظه كابتن يعني. فاروق جعفر كان هو المدرب لنادي الزمالك اعتقد. كابتن فاروق جعفر هو المدرب بالظبط صحيح. بالظبط صحيح. فكابتن فاروق جعفر سحب الفرقه، وفضل الحكم برضو قاعد حوالي ربع ساعه في الملعب وفقا للقانون، كان حكم فرنسي كان اسمه حاجه باتا كده يعني. فاكر الكابتن اكرامي خرج من اوضه اللبس عمل كده لجمهور الاهلي، قال لهم خلاص الماتش انتهى. ايوه بالظبط صحيح. والحكم نهى المباراه وجمهور الاهلي احتفل. فالجمهور الاهلي احتفى فعلا، ده برضه الماتشات اللي حصل اللي فيها مشاكل. لكن طبعا هيفضل على مر التاريخ ماتش 71 ده الاهم، ده الاهم. ليه؟ لان هو يعني اصداه او اثاره او تداعياته يعني كانت كبيره جدا في المجتمع المصري، يعني في ان هو تسبب في ايقاف الكوره، الحرب مره والضرب الجزاء مروان دي مره ثانيه، يعني زي الحرب يعني، فوقفت الكوره سنه كامله. لكن هتلاقي بقى طبعا على مدار تاريخ ماتش الاهلي والزمالك، كان زمان تبص تلاقي يعني، انا فاكر في الماتشات دي في الستينات وكده وقبل الستينات، كان نجوم المجتمع كله في ماتش الاهلي والزمالك، يعني كان بيجمع نخبه. شفنا الصور يعني، شفت صور ابو دوسه زمان، صور زمان او افلام، الافلام التسجيليه زمان، كان زمان في السينمات قبل يعني قبل ما يعني في الافلام الجديده قبل ما يعرض الفيلم، كان في حاجه كده الجريده الرسميه او حاجه زي كده، فطلعت افلام تسجيليه احداث الاسبوع او الاحداث اللي حصلت، فيجيب لك ماتشات الاهلي والزمالك، وتلاقي بقى في المقصوره نجوم بقى المجتمع، عمر الشريف حتى ماتشات الاهلي هتلاقي عمر الشريف، احمد رمزي، رشدي اباظه، احمد رمزي، ام كلثوم كانت تكون موجوده، كنا بنشوف صورها احيانا. طبعا هتلاقي مثلا رموز سياسيه زي فؤاد باشا سراج الدين، هتبص تلاقي كتاب كبار وصحفيين عمالقه كبار زي مصطفى امين وعلي امين وفكري باشا اباظه، وتبص تلاقي ايه
في كده نخبه، وهتلاقي في ناس فيهم او معظمهم لابس يعني لابس فورمال يعني. هم كلهم بيروحوا فورمال، الرجال بتروح بالدريس كود بتاعها البدله، والسيدات بتروح بالفساتين او اللبس الخاص بالسهرات والمناسبات. فاللي بيدرس تاريخ المجتمع المصري ده هيبص هيلاقي، لو شفت حفلات ام كلثوم هتلاقي المشهد ده، المشهد الجميل ده. صح. منتهى الاناقه، سيدات ورجال مجتمع قاعدين في منتهى الاناقه وكده. ماتشات الكوره هتلاقي المقصوره، هتلاقي كان في استاد التتش او في الزمالك، في ملعب الزمالك او كده، اللي هو الحاجات الرئيسيه في مثلا في استاد القاهره، هتلاقي برضو الرموز دي مش بتوع كوره بس، لا هتلاقي ممكن تلاقي سياسه وفن، تلاقي فريد الاطرش مره، هتلاقي مش عارف مين، هتلاقي يعني الحاجات دي كلها، كل ده بيتجمع في ماتشات الاهلي والزمالك، ده زي حفلات ام كلثوم. هتلاقي برضه في تاريخ لقاءات القمه الاهلي والزمالك، هتلاقي بقى بالنسبه يعني بالنسبه للاهلي هتلاقي اسماء لمعت جدا في ماتشات القمه، صنعت اسماء، وفي نفس الوقت ماتشات القمه يعني كتبت شهاده لنجوم وشهاده وفاه لنجوم اخرين يعني، او نهايه نجوم اخرين. طبعا كانت نهايه يعني من ضمن النهايات يعني المأساويه، كان نهايه حارس مرمى عظيم هو مروان يعني اللي قلنا عليه، لكن شهدت مثلا اعظم يعني اللي جابوا هاتريك في تاريخ الاهلي والزمالك ثلاثه، مختار التتش وعبد الكريم صقر وتوتو، والثلاثه اهلي بس. عبد الكريم صقر لعب اهلي وزمالك، عبد الكريم صقر مسجل 19 هدف، 10 لما كان بيلعب في الاهلي، 9 بيلعب في الزمالك. لكن اللاعب الوحيد اللي خرق اللي سجل سوبر هاتريك طبعا احنا عارفينه، خالد بيبو في ماتش 6-1، واخد بالك؟ ده برضه خالد بيبو بقى لو بيلعب في اي نادي تاني غير النادي الاهلي، واخد بالك؟ لو بيلعب في النادي الاصلي او في اي نادي اخر وبيلعب ضد الزمالك، السحاله كان يسجل 4 اهداف يعني. لكن ده النادي الاهلي اللي هو مصنع النجوم يعني، صانع النجوم، ودي القمه اللي بتصنع النجوم. فما كانش كده بس، لا كان مثلا رفعت بناجيلي ليه 6 اهداف، الكابتن طه اسماعيل برضه ليه اهداف كثيره، دي من اللي عملت نجوميتهم. رفعت بناجيلي مثلا مره تراهن مع بعض الزملكاويه ان هو هيجيب جون على شمال الدو، وجاب جون على شمال الدو وكسب الرهان يعني. ده واحد كان من النجوم. طبعا صالح سليم كان من نجوم الماتشات الاهلي والزمالك، جاب اهداف برضه كثيره. وطبعا ابو تريكه، يعني ابو تريكه يخش ثالث، جاب 13 جون في كل ماتشات الاهلي والزمالك. يعني ابو تريكه مع مختار التتش 13 هدف، الاول 19 هو عبد الكريم صقر، في بينهم مصطفى كامل طه، ده لعب في الاهلي والزمالك، ده جاب 17 هدف يعني. دي اسماء مهمه جدا. وطبعا في حسام حسن جايب 4 في الاهلي يعني في الدوري العام، 5 لما كان بيلعب في الاهلي، 4 بيلعب في الزمالك. فيعني في قصص وروايات، ده جزء من تاريخ لقاءات القمه وروايات كثيره يعني. ده عرك يعني شويه اهداف كده بنعرضها للساده المشاهدين من اهداف مباريات القمه الشهيره. يعني للاسف اكيد مباراه القمه يعني للاسف هتكون بكره بدون جمهور، لكن يعني نتوسم ونتعشم خير في الدوله المصريه ان شاء الله بالجهود اللي عاملاها في بطوله افريقيا، ان احنا نرجع بلقاء السوبر اللي ممكن يكون بين الاهلي وبين نادي الزمالك، ان يكون القمه ان شاء الله استاذ سعيد بعد كده بالجمهور، علشان قمه الاهلي والزمالك اكيد بتكون مهمه. تعالى بقى كده نروح ل يعني نروح لتقرير علشان خاطر نشوف الناس بتقول ايه وتتكلم ازاي عن مباراه الاهلي والزمالك، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع الاستاذ سعيد وهبه. اهلا بحضراتكم جديد، ولسه مكملين معاكم مع الاستاذ سعيد وهبه، نتكلم ونساله ليه بطوله الدوري العام المصري الموسم الحالي وللاهلي توج بيها، ليه الاصعب على مدار تاريخه؟ ليه يا استاذ سعيد؟ هي الاصعب طبعا لان الاهلي واجه فيها يعني ما كانش البطوله في الملعب بس،
كمان واجه الاهلي واجه مؤامرات على فرق مش على فريق واحد فرق على كافه الجبهات يعني على كل الجبهات في يعني في تآمر ضده واللي بيتآمروا ضده هم اصحاب الحل والربط. الحل والربط يعني ايه؟ يعني اتحاد الكوره اللي في ايده القرارات اللي المفروض هو الجهه العادله اللي بيرسي العداله، فلما حينما تغيب العداله من الجهه المنوطه بارساء بتحقيق تكريس العداله فلا تسالن عن رياضه اطلاقا. مش كده بس، المصيبه الاكبر الاتحاد الافريقي نفس الشيء، كان في تآمر ضد النادي الاهلي او في انديه افريقيه استغلت نفوذها القوي جدا جوه الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي. وطبعا انت فاكر اللي حصل في الماتشات بتاع الترجي واللي حصل والوداد واللي حصل في الطوبه اللي اتضربها هشام محمد ولا حياتها لو انت نادي، وبعدين عقوبات تيجي على النادي الاهلي وشفنا هم لا اول كان الترجي يلعب مباراتين بدون جمهور وبعد كده العقوبه اتشالت من عليه وبعد كده وايقاف وليد ازار بسبب قصه التيشيرت والكلام يعني انت لا كان في معايير مزدوجه بس كان في ده كان علامه لوجود كوربشن في الاتحاد الافريقي مؤكد، لان في ناس عندها باور عندها نفوذ قوي جدا هم اللي بيمشوا الاتحاد الافريقي وفقا يعني المصالح ومصالح انديه للاهواء الشخصيه. والحقيقه هم معذورين، يعني اتحاد الكره التونسي قوي جدا في الاتحاد الافريقي، اتحاد الكره المغربي قوي جدا، وبالتالي مهمته الاساسيه ان هو يدافع عن انديته تونس والمغرب. النادي ما هواش منوط او ما عندوش سلطه ان هو يخاطب الاتحاد الافريقي اي نادي، لكن اللي بيخاطب الاتحاد الاهلي دي يعني الاتحاد هو اللي اتكلم باسم النادي. الاتحاد بتاعنا واقف متفرج زيه زينا يعني على بيحصل النادي الاهلي في كل الحالات، يعني ظلم تحكيمي، الموضوع الطوبه، يعني اشياء كثيره جدا واقف متفرج. لكن احنا شفنا كيف وقف الاتحاد المغربي وقفه يعني اسود وخلوا الاتحاد الافريقي يتراجع عن حكايه الدوري راح للترجي وقال لك لا هيعاد النظر، ماتش خلص وانتهى والكاس سلم اكبر ان في ماتش تاني اعاده. وزال الاتحاد التونسي برضه بيجبر الاتحاد الافريقي ان هو انصاع لارادته، لان في ناس اقوياء وبتدافع عن انديتها وبتدافع عن ناديك، يعني بتدافع عن مصالح بلدك، لان النادي ده لما نادي الترجي مثل افريقيا في بطوله العالم ده فخر ومكسب للكره التونسيه طبعا ولدوله تونس، وده ايمج كبير جدا. صح، انا مش عايز اقول الاهلي يعني، لو الزمالك حصل برضه ده ايمج كبير جدا طبعا للكره المصريه. ليه بقى عند النادي الاهلي يعني ما هوش ايمج؟ يبقى الاهلي لا دول ناس بيمثلوا نفسهم. ايه ده اللي بيحصل مع اكبر مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط، مع اكبر قلعه رياضيه؟ لذلك عفوا لا ولا يهم حضرتك، لذلك اللي حصل انت بتسالني ليه الموسم ده الاصعب؟ لا لم تكن كره قدم يعني. الاهلي دايما عودنا او متعود او من ضمن قيمه الكبيره يعني ان دايما اسيب غيري يتكلم وانا ارد في الملعب. تمام، واحنا اتعلمنا كده، حتى المدربين بتوعنا كان يقول لك ايه، حد ضربك ما تضربوش. يلعب اللي يلعب ما يضربش واللي يضرب مش ما يلعبش. رد باللعب. فالاهلي واخد الخط ده من زمان من ضمن قيمه ان هو يرد في الملعب. لكن الاهلي واجه مؤامرات تحتيه وواجه يعني واجه اشياء غريبه جدا، الاعلام ضدك وعلني وبشكل سافر، وتبص تلاقي في برقيات مش برقيات فاكس او بتاع او ايميل طالع من هنا بيتهم النادي الاهلي بيرش الحكام، وطالع من هنا والناس ساكته. فين يعني فين مباحث الانترنت وفين بتاع؟ يعني مساله غريبه جدا، لا يمكن تحصل في تونس مع الترجي او تحصل لا انت شايف مناخ كان معادي بشكل بشع. وبعدين الاهلي اتحط في دوامه، اتحاد الكره ما يجيلكش ماتشات، تلعب ثلاث ماتشات كل اسبوع
وانت عارف ان النادي بتاعك اللي بيمثلك الوحيد في افريقيا عنده ماتشات، فانت تحط له ماتشات في السكه وتحط له العصايه في العجله عشان يتعثر، طب لمصلحه مين والحساب مين؟ ان لمصلحه الكره المصريه ومصلحه مصر. القدر تكفل بالرد او برد اعتبار الاهلي، او تكفل بعقاب من اعاقوا النادي الاهلي، ودينا شفنا النتائج. كوربشن في الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي تحت الرقابه دلوقتي، رقابه الفيفا عشان في كوربشن زي ما انت سمعت وسمعنا كلنا. اتحقق معاه في فرنسا ومش هيستمر، يعني انا اكد لك ان هو مش استحاله يستمر، هو مؤقت. الاتحاد المصري دي شفنا عملوا ايه في الكره المصريه، القدر رد، يعني القدر يتكفل برد اعتبار النادي الاهلي، مش برد اعتبار النادي الاهلي، يعني تكفل بانهم يعني عاقبهم على سوء الاداره، وشفنا نتائج سوء الاداره في الامم الافريقيه بهدله. ليه؟ لان هم يعني ما فيش نوايا خاصه، ما فيش نيات مخلصه، او ما فيش عمل مخلص. الكوره تحارب اهم يعني تحارب اكبر نادي، النادي اللي بيمثلك الوحيد في افريقيا، يعني بأمر تتحاربه لمصلحة مين تحاربه؟ ما هو يعني من أعمالكم صلت عليكم زي ما بيقولوا يعني. فأنت النادي يعني اللي حصل للمنتخب ده كارثة كبيرة جدا. أنت تخرج تنظم بطولة على أعظم ما يكون، على فكرة في مستوى المونديال اللي اتعمل في مصر، من أجمل ما يكون، من أعظم ما يكون، ودعاية مهمة جدا على المستوى الدولي، والدولة كل مؤسسات الدولة ساهمت في نجاح البطولة دي، مش اتحاد الكورة على فكرة، لا مؤسسات الدولة. تيجي أنت المنتخب بتاعك مصر العريقة المؤسسة الاتحاد الأفريقي ومؤسسة الرياضة في أفريقيا، وأقدم دولة انضمت للجنة الأولمبية الدولية، وأقدم دولة في التاريخ، وأقدم حضارة في التاريخ، أطلع من دور ال 16، إيه ده؟ فده طبعا دي النوايا، يعني دي النوايا. الاهلي بقى واجه بقى قص على ذلك، يعني اصابات طبعا، لانه بيلعب 3 ماتشات في اسبوع، وصلت الاصابات يمكن ل 18 و20 واحد. اللي حصل ده بطوله كبرى، دي اعظم بطوله في تاريخ النادي الاهلي، اعظم دوري، يعني اغلى دوري كمان. اغلى دوري، لان تضحياته كانت كبيره جدا. وانا يعني كنت معجب باداء اداره الاهلي الحقيقه، صرف بهدوء وضبط اعصاب، مفيش كلام كتير، الشغل كان اكتر من الكلام والرد في الملعب، وبعدين في ضبط نفس امام استفزازات غير عاديه، لكن اتعاملوا بمنطق يعني الفرسان، ضبط نفس، الرد في الملعب، هنركز في البطوله، وهو مكان يعني يعني السماء تكفلت، سماء تكفلت ب يعني بحفظ الحدود الدنيا للنادي الاهلي، او بعمل التوازن المطلوب في حكايه ما تعرض له النادي الاهلي من حروب شديده جدا، لذلك فهي اهم بطوله الحقيقه في تاريخ. طيب الوقت عشان بيجري معانا بسرعه جدا، وحضرتك كان معانا شويه ارقام تاريخيه عن هداف النادي الاهلي بشكل عام في بطولات الدوري، كنا بنتكلم فيها في الفاصل، لكن حابب ان احنا نتكلم فيها ونوضح للساده المشاهدين هدافي النادي الاهلي على مر التاريخ، ومش بس النسبه، حضرتك هتقول الماتشات ونسب الاهداف والنسبه الفعليه في التهديف كام في الميه في اللقاءات دي كلها. انا هقول لك مفاجات غريبه جدا. يعني دايما بيحسبوا الهداف او قيمه الهدافين دول، يحسب عدد الماتشات اللي لعبها وعدد الاهداف اللي سجلها ويطلع نسبه، يعني نسبة تهديفية قد ايه؟ يعني بيهدف كل ماتش، كل كام ماتش بيجيب جون، او كل ماتش بيجيب، يعني ممكن يجيب ماتش كل جونين ماتش، كل ماتشين هدف، كل 3 ماتشات هدف. فالاحصائية اللي قدامي احصائية غريبة جدا. اولا يعني في ناس كتير قوي بتقارن بين الخطيب وحسام حسن، وحصل كتير قوي على مدى السنين اللي فاتوا، يعني فهتلاقي الاحصائية بتقول لك ان الخطيب لعب 176 ماتش، واخد بالك، وسجل 157 هدف، 157 هدف
في 176 مباراة. كويس؟ في الدوري. المعدل التهديف للخطيب 89%، يعني قول 90%. يعني كل 10 ماتشات يجيب جوان في 9 ماتشات. والماتش ما يجيبش، يجيب جون في 9 ماتشات والماتش ما يجيبش. الكابتن حسام حسن لعب 251 مباراة، سجل 142 هدف. المعدل التهديفي كام؟ المعدل التهديفي 57%. الناس اللي كانوا بيقولوا في ارقام، لا من الارقام يعني دي الارقام الحقيقيه الدقيقه طبعا مش كل هدف زي هدف سواء كابتن حسام او غير كابتن حسام. كابتن حسام ليه انجازات كبيره وعظيمه جدا طبعا في الدوري في افريقيا وكده، لكن انت اهداف بعض او كثير من اهداف الخطيب اهداف لا تنسى لا تنسى. انا قلت الكلام ده قبل كده، اهداف الهدف اللي لا ينسى اللي ما يسجلوش الا هو، اللي الذاكره الجماعيه ما تنساهوش ابدا. هتلاقي مثلا في حكايه المعدلات التهديفيه دي هتلاقي في اعلى من الخطيب كمان، مين؟ طه اسماعيل، الشيخ طه كابتن طه اسماعيل. رغم انه لعب قليل جدا، يعني 63 ماتش مسجل 78 هدف. هو كابتن طه في دورة طوكيو الأولمبية سنة 64 أصيب إصابة جامدة جدا بكسر في رجله، وده أثرت عليه كتير بعد كده. فلعب 63 ماتش سجل 78 هدف بمعدل تهديفي 123%. يعني كل ماتش يجيب أكتر من جول. هتلاقي برضه في زيه اللي بعديه على طول، هتلاقي توتو 112%. لعب 81 ماتش جاب 91 جون. هتلاقي كمان صالح سليم لعب 81 ماتش جاب 95 جون. لا حتى صالح سليم اعلى من توتو، جاب 95 يوم جون في 91 ماتش. صالح سليم كمان يعني ايه، دي نسبه عاليه جدا جدا لو عرفنا ان صالح سليم ما كانش سترايكر مباشر، يعني كان سنتر فورورد متاخر. وكونه يجيب 95 جون في 81 مباراة، فده معدل تهديفي طبعا عالي جدا. لكن هنحط في الاعتبار ان واحد زي الخطيب ده كان اصاباته كتير. ليه؟ كان مستهدف دايما. هو مره حكى لي انه مره بيسنتر بس الكوره، بيسنتر في وسط الملعب، مجرد ما الكوره اتحركت اصيب شالوه لاسباب، يعني كان جات له فتره كده اصابات في كل ماتشات، في ماتشات ورا بعض، ان كان يعني بيحصل له اصابات كتيره مش عارف سببها ايه. فمن ضمنها مثلا دي، يعني من ضمن النسبه دي ماتشات كتير جدا لعب فيها ممكن يلعب 10 دقائق ويصاب، يلعب نص ساعه ويصاب، او يجي يرجع بعد اصابه ويلعب مثلا ثلث ساعه، يلعب ربع ساعه، زي الماتش بتاع نهائي كاس مصر سنه 78، وده الماتشات التاريخيه برضو الاهلي والزمالك، اللي الزمالك كان متقدم فيه في الشوط الاولاني 2-1، والخطيب كان مصاب هو وطاهر ابو زيد، طاهر الشيخ احنا اذا كنا فاكرين، مصابين الاثنين، كانوا راجعين من اصابه ومش جاهزين. مصطفى عبده جاب جون في الشوط الاولاني، رد طه بصري جاب جون، وعلي خليل جاب جون، انتهى 2-1 الشوط الاولاني. الشوط الثاني كله خلاص الماتش بيموت، و2-1 الخطيب قال لي هديكوتي هنزل. عارف مين قال لي امبارح القصه دي؟ كابتن فتحي النصير كان معايا امبارح، فقال لي والله قال لي لا هديكوتي بيقول لي خطيب وطاهر، قال له مصابين اه بالظبط. انا ما بس دي قصه معروفه هو امبارح، بس هو حكاها طبعا بطريقه، قال له نعم بالظبط، ازاي ديبو ازاي طاهر، قال له الاثنين، ونزلوا قلبوا الماتش خالص. نزلوا قلبوا الماتش، جابوا ده جاب جون، جابوا جونين، وبعدين ختمها جمال عبد الحميد جاب الجون الرابع. طيب عشان الوقت يعني خلاص، انا عايز اعرف بكره بقى راي حضرتك في المباراه بكره هتبقى بشكل عام راي حضرتك فيها ايه، فنيا معنويا، هل فعلا نتفق على انها قمه معنويه، ولا تبقى القمه الخاصه بين الاهلي والزمالك لا مرتبطه ببطوله ولا مرتبطه باحداث، تبقى مباراه قمه بين الاهلي والزمالك؟ لا يا تبقى طبعا، يعني هي بالنسبه للزمالك قمه معنويه. يعني عايزين فوز معنوي يعني الزمالك، لان الزمالك الحقيقه كان طب الاهلي عايز فوز معنوي عشان يفرح جماهيره. الزمالك كان في بدايه الموسم، يعني او في
في القسم الاول يعني او في السجن في النص الاولاني من الدوري كان متقدم جدا وكان قدم عروض قويه جدا يعني جدا يعني كان في حاله هايله وبالتالي هو عنده ديبريشن دلوقتي يعني الجمهور بتاعه عنده احباط احباط يعني فهو عايز بطوله معنويه هو محتاج بطوله معنويه الاهلي مش محتاج بطوله معنويه الحقيقه يعني الاهلي محتاج ياكد ان هو يعني ان هو ان انتصاره ده اللي انتزعه في مناخ معادي وشديد العداء ليه وتآمر وكلام من ده لا بياكد ان انا موجود انا رايي الماتشات دي نفسيا هي مباراه نفسيا يعني الماتش نفسي اللي اجهز نفسيا او المهيئ نفسيا بيبقى فرصه اعلى انا اعتقد ان فرص الاهلي اعلى من الزمالك بكره 60-40 يعني ممكن تكون يعني ممكن تكون يعني ممكن تكون 55-45 يعني يعني بنتكلم قريبة من بعض قريبة لا الزمالك خلي بالك يعني الزمالك عايز يرد اعتباره فده حافز قوي جدا في نفس الوقت الاهلي مطالب نفسه يعني الاعداد النفسي هنا مهم جدا ان احنا ننسى ان احنا خدنا الدوري بس دي بطوله مستقله اللي بيفوز بيها بيفوز ب يعني بشعبيه معنويه عاليه جدا يعني بانتصار معنوي كبير جدا وبيأكد يعني الاهلي عايز ياكد جدارته بزعامه الكره زعامه الكره المصريه يعني عايز جدارته للفوز ببطوله الدوري يعني الزمالك عايز ياكد ان هو يعني كان جدير بالدوري في وقت من الاوقات وان ما حصلش ان هو خد الدوري وبالتالي هو هذه قيمه او جمال مباريات القمه انا اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا نشوف ماتش بديع او ماتش جميل وماتش يعني ماتش يقام في ظل او في اطار روح رياضيه وده اللي احنا محتاجينه الرياضه محتاجه دلوقتي او الكوره محتاجه دلوقتي ان احنا نكرس دي اللي هيبان بروح رياضيه اعلى اعتقد هو هيكون بطل المباراه استاذ سعيد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا استمتعت جدا بالحوار معاك وكل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي بكره في القمه رقم 118 اشكرك جدا متشكر جدا للصوت شكرا وسهلا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثالثه مع الاستاذ سعيد وهبه نشوفكم ان شاء الله بكره في يوم ممتع على قناه النادي الاهلي بفكر حضراتكم من الساعه 4 هنبدا فقرتنا مع امير هشام وكلام في الميديا وبدايه من الساعه 5 ان شاء الله استوديوهين واحد في قناة الأهلي واحد في ملعب مختار التتش كابتن إسلام الشاطر والنجوم كابتن بلال وكابتن أسامة حسني وكابتن حمادة صدقي وإن شاء الله يكون معايا في ملعب مختار التتش كابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش نشوفكم بكرة على ألف مليون خير تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته